السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا من كل مكان في محافظات مصر ومن كل مكان في الوطن العربي. النهاردة طبعا منورنا محافظة القاهرة، الحمد لله على السلامة. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله مارسيلينو. حبيب قلبي حبيب قلبي، عامل ايه؟ مبارك. الحمد لله. طبعا انت جاي بناء عن مينا جرجس، كان حاجز عندنا هنا واتصلنا بيه وحضرتك جيت مكانه، قلت احنا ندخل الكلب مكانه. تمام. طبعا انت عارف تباع الكلب، عارف الكلب، يعني مفيش اي مشكلة ان انت اللي هتبع معانا وانت اللي هتستلم مننا الكلب. تمام. طبعا يا جماعه كان حاجز عندنا مينا وما جاش. تمام. فمارسيلينو جاب بديلا عنه، وطبعا كان حاضر بصوره بطاقه مينا، فبكده يبقى ان احنا شغالين على الحاجز زي ما هو. تمام. يعني يعتبر الكلب بتاع مينا برضه. مينا قريبك؟ هو زميلي. بس زميلك في عشم جامد، عشان كده بعتك مكانه. حبيب قلبي انت منورنا وعلى راسنا، وتحياتي لشبرا الخيمه والناس الجميله اللي في القاهره كلهم. حبيب قلبي، مشكله دونجا ايه؟ هو بصراحه ما فيهوش طوعه ولا في شراسه وبيهاجم كلاب. فاهمني؟ بس عايزين بقى اللي هو يبقى فيه طوعه. اخر مشكله صحيه تابعتها معاك كانت ايه؟ انت بتقول ان احنا جايبينه بقاله شهر ونص. من بعد ما جبته بقاله شهر ونص، في مشاكل صحيه حصلت معاه؟ ما اعتقدش اللي هو تعب عنده ولا الكلام ده، ان هو كان بيحاول يعالجه. يعني اللي كان عنده كان مهتم بيه في العلاجات. ايوه. تمام. بياكل ايه؟ كان بياكل هياكل. نية ولا مستوية؟ بياكل مرتين في الاسبوع نية، ومرة والباقي مستوي. والباقي مستوي. تمام. واخد تطعيماته كاملة؟ تمام. ايوه. تمام. اول ما جابوا راح اداله تطعيماته كاملة كلها. وليه دفتر والكلام ده كله؟ تمام. توكلنا على الله. في مشاكل تانية بتعاني منها مثلا في ان هو يكون ماشي معاك في الشارع في الحاجات دي؟ بيجر وبالكلام ده، ما فيهوش اي طوع ولا في اي عايز تعديل سلوك كامل. تمام. تحياتي ليك يا باشا، وانت نورتنا النهارده، وباذن الله نغير من طبعه. انت جاي مشوار طويل. مشوار. طب المشوار ده على ثقه ولا؟ على ثقه باذن الله. حبيب قلبي انت منورنا، والناس الجميله اللي معاك منورنا كلهم، وتحياتي لمحافظه القاهره، بصراحه بتجيب الشخصيات المحترمه بجد. حبيب قلبي انت منورنا، تحياتي لكم يا جماعه، وتحياتي لكل متابعينا وكل المكان الناس اللي في محافظه القاهره. باذن الله نبدا نشتغل مع دونجا، ويا رب يعجب مارسيلينو. تمام. ويكون تمام التمام، وهنتابع معاكم في الحلقات، وهنتابع برضو. انت خليك مع الحلقات بقى عشان ايه نشوف المشاكل اللي عنده والسلوكيات والحاجات دي كلها. تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.